ينضم إلي عبر الهاتف أيضا السيد اللواء محمد رشاد، الخبير الأمني والاستراتيجي. سيادة اللواء، يعني ال هل الو، تسمعني سيادة اللواء؟ معاك. طيب، يعني في مقال كتبته جيهان مصطفى في الوفد، تقول إن يعني رغم أن صفقة تبادل أسرى شاليط فلسطين قوبلت بفرحة عارمة في مصر، لأن الوضع كان مختلفا فيما يتعلق باتفاق جرابيل. والتساؤل الذي طرحته في المقال عن لغز البنود السرية والذي أصبح سيد الموقف. سيادة اللواء، أين الشفافية؟ يعني لطالما كانت علة عدم النشر لحقائق المفاوضات خلف الكواليس سببا في تمرير مشروعات يعني ربما يطلق عليها البعض أنها سلبية على الأمن والصالح المصري، لماذا لا تعلن هذه المصالح من البنود السرية التي أبرمت في هذه الصفقة كما يقول البعض؟ هو موضوع مبدأ البنود السرية ده هو مبدأ أساسا التبادل يجب أي موقف آخر. يعني أنا بعد مبدأ التبادل ده وارد في الاعتبار، ولا لا يهمني إذا كان اتحاكم ولا ما اتحاكمش، أو خد سجن أو ما خدش. مبدأ التبادل يجب أي إجراء آخر. ثانيا، إن الموضوع التبادل لما حصل ده يعتبر امتزاج للتبادل الفلسطيني، والتبادل الفلسطيني تم لفلسطين، فكان يجب ان يشمل هذا التبادل اي موقف مصري اخر يستفيد من هذا الموقف الفلسطيني امتداد ليه، لان مصر برضه ليها قضايا معينه مع اسرائيل بالنسبه للسجناء. فكون ان هو تحط ده في الاعتبار وتبتدي تفرج عن مساجين مصريين مقابل اسرائيلي برضه امتداد لهذا الموضوع. وبالتالي احنا كمصر طالما ان احنا ماسكين الصفقه من اولها لاخرها، فاحنا حريصين برضو على ان الشارع المصري يكون راضي برضو على ان هناك لا توجد اسرى مصريين في اسرائيل. طالما ان المبدا ده طبق على الفلسطينيين، فلا بد ان يطبق من على المصريين ايضا، لان احنا اساس الصفقه، فلا بد ان نستفيد من عمليات التبادل المستمره. وده كان فرصه لاسرائيل ان هي تبتدي تاخد قرار، لان موضوعات التبادل دي موضوعات بالنسبه لاسرائيل معقده جدا، واجراءاتها داخل الحكومه الاسرائيليه معقده جدا. فاحنا انتهزنا فرصه اتمام صفقه الفلسطينيين ان احنا دخلنا الصفقه بتاعتنا في النص معاها، عشان برضه نشجع اسرائيل ان هي تفرج عن السجناء المصريين. وده طبعا مبدا هام جدا ومهم جدا ان الشارع المصري يحس ان الدوله حريصه طيب على المصري. طيب بالنسبة للسؤال اللي سألت حضرتك فيه يعني يتعلق به موضوع آخر، وهو سؤال الشارع السياسي المصري والمواطن المصري. يعني إلى متى تظل يعني سياسة عدم نشر الحقائق كاملة في عصر أصبحت الشفافية فيه يجب أن تكون مطلقة؟ يعني مثلا، هل كانت صفقة الغاز المصري إلا في ذلك السياق من عدم نشر حقائق المفاوضات تحت زعم أنها بنود تمس الأمن القومي؟ أليس الشعب شريك أساسي في هذه المفاوضات له حق فيها؟ أنا معاك إن الشعب المصري حريص على كل الأمور، ولا بد أن تكون هناك صفقة الغاز المصري. كانت صفقة رئاسية بالدرجة الأولى، وليس لأي طرف كان يستطيع أن يعارض هذا الموضوع، وكان القرار في مصر اتجاه واحد مش اتجاهين. فحاليا المفروض يبقى فيه شفافية. انا مش شايف النهارده تبادل الاسير الاسرائيلي بمصريين ما فيش فيه شفافيه. من اللي بيقولوا ان في بنود سريه دي فرديه ما لهاش اي اساس، لغايه ما تبقى ليها الفرديه دي ما اقدرش انا احطها حقيقه وناقشها، ما افرضش فرد واقعد اناقشه. طيب، لا، طالما ما هو سيادة يعني دكتور سيادة اللواء، لو ما فيش بنود سرية، يبقى كما يرى البعض أنها تكون قاصرة تماما. ربما يعلق البعض قصور هذه الصفقة على أن هناك جوانب أخرى فيها نسبة نجاح ونسبة مكاسب للمصريين. أما وإنك حضرتك تقول أن ذلك افتراضا وليس واقعا، إذن فهي قاصرة بالفعل. موضوع التبادل في حد ذاته، نتكلم في واقعة التبادل في حد ذاته. إسرائيل وفلسطين بدلت، وإحنا كمان بدلنا في نفس المجال. فبالتالي ليس هناك
ما فيش داعي ان احنا نقعد نحط فرضيات لاجازه من الساعه عشان نكلكع العمليه. اسرائيل النهارده في فتره عاوزه الشارع الفلسطيني، الشارع الاسرائيلي ضغط على نتنياهو انه يعمل صفقه فلسطينيه بعد ست سنين. فبرضه احنا كان لنا فرصه ان احنا بالتالي نفرج عن سجناء مصر النهارده بصرف النظر عن اي اعتبار اخر. وعلى اعتقاد اللي بيقولوا فيه النهارده بنود سريه، انا ما اعتقدش لو في بنود سريه دي فرضيه، لكن تحطها واقع وتناقش عليها اعتقد ده موضوع يعتبر تضييع وقت. نعم، شكرا جزيلا السيد اللواء محمد رشاد الخبير الأمني والاستراتيجي.